سامح أنور ليست فقط تلك الممثلة المثيرة للجدل أخيراً بآرائها السياسية، هي أيضاً تلك الفنانة التي انتقلت بين فنون المسرح والسينما واللغات، تنتقل بين الأشياء. هي عندما تتكلم فناً كالقمر المضيء في سماء صافية في ليل جميل، وعندما تتكلم في السياسة تتلبد تلك السماء، هي لا تخشى زخات المطر ورعود السياسة. تحدثت ودفعت الثمن عندما تحدثت، اعتذرت لا تخاف الاعتذار. سامح أنور تحدث عنها الناس في أدوار أحببناها، سأتحدث معها وعنها في تفاصيل أخرى فيما نحب، لأننا نبحث عن الأجمل فيما في الإنسان. السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم، سننتقل إلى القاهرة بجمال فنها وتفاصيل سامح أنور هذا المساء. سامح، أنا لا أحب أن أعود إلى تلك البدايات والدور الذي أو النبي كفاية. إيه الدور اللي بتحبيه ولونك المفضل وأين ترعرعت سيدتي والحاجات دي؟ أنا عارفة الحاجات دي بورنج حتى للي بيتفرج. سامح، أنت اخترتي أن تكوني مختلفة في كل شيء، يعني وحفظتي على هذا الاختلاف. أنا اخترت أكون نفسي، ما أعرفش ده مختلف ولا لأ، بس أكيد ما ربنا خلقنا مختلفين، فأكيد لو كل واحد فينا أنا أكون نفسي حبيت. صحيح. يعني انت سخت الموبيلات الموتوسيكل عندكم والناس بتزقف لك ايوه من المدرسه. ابويا وامي كان عندنا مشكله، المدرسه بتاعتي ليسي باب اللوق كانت يعني بينها وبين بيتنا، احنا ساكنين في وسط البلد فما كانش في مسافه طويله ولا حاجه، بس الاوتوبيس بتاع المدرسه كان بياخدني نطلع 2:15 اوصل الساعه 4:30 عشان بيلف مصر كلها وبيخليني انا اخر واحد، فاتضايقت ايامها واشتكيت وكده. هل ساهم ذلك في اختلافك شوي هذا الفاصل مثلا؟ ابدا ابدا، انا تربيت اصلا، يعني اللي خلاني شجعني اكون نفسي ابويا وامي، لان هم كانوا دايما مربيني. انا ليا اخ شقيقي اللي هو اشرف، ما كانش في بيننا فرق، مش عشان هو ولد وانت بنت والحاجات دي، كان في حاجات اخلاقيا معروفه. لكنك كنت يعني تبقين اكثر بالبيت وكنت تغتنمين الفرصه للقراءه. انت في السادسه ابتدائي انهيت كتب جورج زيدان. مظبوط، مجموعه كامله. تحديا لاستاذ اللغه العربيه. ايوه، مش تحدي، هو يعني هو كان راجل حببني في اللغه العربيه بجد. يعني حسيت انه التفوق هيبقى له لازمه في المدرسه. تعشقين القراءه جدا جدا. انت حتى عندما انقطع عنك الفن بسبب الحادث والتفاصيل الاخرى والناس وظلم الحياه والسياسه والمتغيرات، عدت الى بيتك وعدت الى الدراسه وانتقلت الى فن اخر او جديد، طباخه وماهره شيف. حتى مرة اتدخل أحسن شيفان مصر وقال لك سألتي مناسبة شيف الشربيني شيف الشربيني لا كان هزار. لا طبعا، بس أنا أصلا عندي الطبع ده، أنا ما بحبش أبدا، يعني أنا بحب أتعلم دايما حاجة تانية، يعني ما بحبش أبقى مكتفية بهذا القدر، يعني بحب أعرف دايما كل يوم حاجة جديدة بجد علي. ولما بنوي حاجة، بنوي أي شغلانة، بحب اذاكرها واتخرج منها وبعدين اشتغل، يعني بحبش اروح اشتغل وبعدين اشوف هنعمل ايه بقى. وفتحتي بيتك مطبخ ديليفري كيترينج تو بارل تري بيان فرونسي، لعبتي دور التمثيل في الحقيقه. يعني تتحدثين كانك امراه فرنسيه مصريه. كنت عامله نفسي سوزان وست فرنسويه عايشه في مصر وعامله كيترينج سيرفيس وهي اللي بتاخد الاوردر وفعلا اصلا انا كنت بعمل كل حاجه، كنت لوحدي ما يعني كانش عندي حد. وان مان شو، وان وومن شو. وبالظبط كده، وما حدش كان عارف ان دي سماح. ات واز فن، كان حلو جدا، يعني كانت مرحله فيها مغامره وفيها تحدي وفيها واعتمدت فيها إصرار. على نفسك كالعاده، ما هو اصل لازم الواحد يعتمد على نفسه، هيعتمد على مين طيب؟ ما لازم لازم، دي ده الطبيعي. امي علمتني انه لا اجمل من امراه حره. لا طبعا طبعا، او رجل حر، او رجل حر، لانه ما فيش الحريه دي اصلا. يعني عارف ايام الثوره حتى لما كانوا بيقفوا في الميادين يقولوا
في تونس وفي مصر وفي كل حتة كانوا يقولوا إيه عايزين الحرية عيش حرية عدالة اجتماعية كويس. فأنا كنت بستغرب من المطلب لأنه الحرية دي إحنا بنتولد بيها يا جماعة محدش يعرف ياخدها مننا خالص. يعني قد أختلف معك في من بلد إلى آخر الأنظمة تسلب بعض الحريات والكثير من الحريات. هناك بلدان يسمح لا توجد فيها مسارح ولا سينما ولا لا تفتح فمك إلا عند طبيب الأسنان. ما هو العيب مش في الحكومات. أنا طول يعني عمري بقول يعني أنت تقولين أن الشعوب تستحق على الشعوب. طبعا لأنه أنت معارضة للشعوب. آه لأن الشعوب اللي بتعمل الحضارة مش الحكومات على فكرة. فاللي بيعمل الحضارة ده إنسان واحد متفرد مش ناس بتلم بعض ويروحوا ياخدوا حاجة من حد عشان هم يعرفوا يعملوا. لا مفيش كده. قلت لكم أنها عندما تتحدث خارج الفن وتدخل إلى شواطئ السياسة تتلبد السماء. سأخرج في هذا الفاصل مع صاحبة الضحكة الجميلة سماح أنوار. هنشوف من مين اللي هيجري. خلاص مات عمو مات ذنبه في رقبتي. عمي مات لسه عايش ايه اللي حصل بقى؟ معقوله القطه الجميله الحلوه دي معقوله بنتي شفت الدلع ده كله معقوله تبقى مجنونه؟ كلمه بكلمه منكو وقعت الضحيه البريئه ونظره في نظره ضاعت المحفظه المليئه. بس الحقيقه اللي مش عايزه اثبات ان الجنه تحت اقدام الامهات. نزلتونا منها بتفاحه. من فضلك والله هي المسافه ما بين مصر وامريكا قد ايه؟ اكلوا ثانيه واحده. لا شكرا. سماحي يقال في الحوارات التي شاهدتها لك أنك معروفة في دور المستر جيلا أنا سأختلف قليلا ووفقيني أو لا أو صلح لي يعني ما عنديش مشكلة. نحن رأيناك في أدوار مختلفة. نعم كان هناك دور معين أكشن البنت الأكشن والمودرن وبعض الأكشن اللي ضحك وأنا فرحان اللي عملت أنت إسعاد فضحتني. لكن في المسرح أنت ظهرتي في أدوار أخرى مختلفة. في المسلسلات ظهرتي في البنت البدوية، في المسرح لعبتي الراقصة. يعني لماذا تقبلين أن تصنفين الفنانة التي تمثل الأكشن والمسترجلة والتفاصيل؟ أنا لا أوافق هذا التصنيف. أنا الحقيقة التصنيف ده مش أنا اللي تدخلت فيه أو عملته ولا قبلته ولا رفضته لأنه ما يخصنيش. يعني ده ناس بتقوله لا يمثل حقيقة سماح أنور. عادة بيكلموني أنا عنه لكن الإعلاميين كأنه يسألوك كأنه فقط يحطوك في هذا القالب. بالضبط بالضبط. لكن أنت لعبتي دور الراقصة، دور البدوية، معك حق، بنت العيلة، بنت الشارع، سرعة التعبير. لا بالعكس بالعكس يعني كانت نوعين من الأدوار طبعا. أمال إيه؟ المثقفة لا فعلا معك حق والله. أنا بشكرك جدا على يعني المجاملة الجميلة دي أو الكلام الحقيقي اللي أنا بقوله كتير وما يعني سمح لن أقول أنها مجاملة، سأقول أنها قراءة في السينما. هي قراءة في أعمال سماح الفنية في السينما في المسرح في كل. أنت يعني لا يمكن تصنيفك في دور واحد فقط. أنا بشوف كده. بس طبعا كل واحد من وجهة نظره ممكن يقيمك زي ما هو عايز يعني ده يحترم. بس ما بفرضوش على نفسي يعني أرجو أو على عقلي. بعد هذا الحوار أنه لا تقبلي هذا التصنيف في أي حوار قادم. أنا بقبلوش بس ما بقدرش ما احترموش لأن اللي بيقوله حد تاني غيري فما أقدرش أسخفه يعني. سأخرج في هذا الفاصل الذي نرى فيه أدوار مختلفة لسماح. أصل أنت فكرت تتجوز علي هو ده اللي جرحني بقى. ليه يا سمير؟ بقيت بلف في الشوارع مش قادر ارجع. طب يا ستي يا ريت انا جبت 50%. يا لهوي يا لهوي لو محمد عرف
امال يعني بلعبك طول السنه فاكره نفسك هتجيبي كام؟ ده كويس قوي انك نجحتي. انا هعيد السنه واجيب مجموع كليه الطب. يا وش الملايكه يا قلب الوحوش، اخاف لو جملته يوم معرفوش. يا وش الملايكه يا قلب الوحوش. قلتي انت ان النجاح اذا ليس له تحديد معين، مش انك صرت حديث جداً الناس. نسبي جدا، يعني انا ممكن ابقى حاسه يعني بنجاح فظيع. يعني انور بعد كل هالخطوات اللي مشيتيهم والنجاحات والتالقات ودخولك كنجمه نجمه كبيره من نجمات السينما العربيه، تعتبرين انه انا محظوظه جدا؟ بس انا لسه ما عملتش حاجه. انا عندي حاجات انا عارفه انها يعني لسه لازم تتعمل. هل هي خبره ذلك التوقف الاجباري؟ انت قلتي عن ذلك التوقف سكنت الى نفسي، اي عدت الى سموحه التي تركتها من ايام المدرسه. فعلا فعلا. هل كان الوجع مضاعف في سماح في المرض، الى جانب اوجاع المرض، انه الناس بيبعدوا شوي شوي شوي، يخفت الضوء؟ ابدا. اصل بص، انا بالنسبه لي عمري، يعني انا طول عمري كنت بحب التمثيل. يعني انا كنت عارفه ان انا ممثله من قبل ما امثل، ما كنتش نفسي اكون ممثله. ما كنتش مثلا اتفرج على فيلم واقف كنت بتعامل على هذا الاساس من يوم ما وعيت على الدنيا. ما اعرفش ليه، اتس نولج كده. امك وباباك؟ لا، معرفه، عندي معرفه. يعني ابويا وامي ما رضيوش ان انا امثل ابدا الا بعد ما اخلص الجامعه. والحكايه بتاعت فيلم بيت القصرات دي هي اللي فرقت يعني. انما غير كده لا، انا عارفه من جوايا انه انا ما اتخلقتش، انا مش موجوده هنا الا عشان انا ممثله خلاص. فكنت عارفه الحكايه. حبيت الوعي، يعني وعي وعي في حاجات كده. انت عارف يا عماد، بتجيلنا فعلا في حياتنا. انا يعني ازعم يعني انه حكايه التمثيل دي وحكايه ان انا همشي تاني بعد الحادثه اللي حصلت لي، في حاجات كده الواحد بيبقى عنده نولج كده، يعني عنده معرفه ومعرفه. مش انت متوقع، يقين، انت عارف، تاكد، انت عارف. يعني دي معلومه، مش تمني، مش امل، مش رجاء، لا دي معلومه. انت عارف خلاص ده حصل. وانت تحاربين ذلك الشلل اللي وضع امامك. عشتي في امريكا، جنيف، النمسا، سويسرا، النمسا. عودي إلى تجربة أمريكا. كنت تحاربين لكن بيقين أنه سماح قد تقطع الساق، لكنني سأمشي. أنا كنت متأكدة، ما أعرفش ليه يعني. واعتمدت على نفسك كل الكونسولتوز. ما كنتش أصلا، أنا ما بطيقش أصعب على حد. دي يعني بجد الموت عندي اهون من حكايه ان انا حد يقول يا حرام او يا عيني او بتاع او لا 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 خليك مرتاح انا هجيبها لك والحاجات دي. لا، ما بحبش كده خالص. وكان لديك اليقين؟ كنت عارفه، كنت عارفه كويس قوي. انا عملت حوالي 22 عمليه هنا في مصر قبل ما اسافر، بمعدل عمليتين او ثلاث عمليات كل يوم، كان حسب يعني. كنت بطلع يعني اوضه العمليات يوميا، بمضي اقرار البتر قبل ما اخد البنج الماسك علشان احتمال، لانه كانوا خايفين من الانفكشن، فكان احتمال يعني احنا تحت رحمه انه يحصل بتر في اي لحظه. صح. فدي هاف تو هاف ا كونسنت، فكنت بمضي الكونسنت. ففي الاول كنت بخاف جدا، يعني في اول شهر مثلا من الحكايه انا كنت يعني الترولي بتاع العمليات ده معدن كده. كان بيترجع على الارض من بعد عشيتي. العمليه 9/10 من تعالى انا اعدلهم بقى كده، اللي هو يلا يا ابني فين الاقرار. حاجه يعني فجاه انت بتتحول، انت بتبقى حاجه. وفي حدث ثاني سمحوا، انت بتمثل في رجعت بعد الحادث الكبير، في حدث ثاني صح؟ بتاع مسلسل الهام. صح. اللي هي العربيه المطارده. ما خفتيش انه يعني ما صدقت؟ لا، ما رجلي اتكسرت تاني. ما انا عارف. بس الحمد لله مش الرجل اللي كان فيها مشكله، الثانيه اختها. فيعني خدنا ست شهور. ما زلت رياضيه سماح؟ بس للاسف اي حاجه تحميل على رجليا قوي، يعني زي مثلا العب كوره، العب تنس، حاجه كده لا. لكن سباحة. اوكي. فروسيه اوكي كده. انت تحدثتي كثيرا في هذا الموضوع. ما يعجبني انك تحافظين على نبره الامل عندما تواجه مرض
وصعيب صعب وأنت فنان أو مشهور قد تفقد جزءا منك، لكن عليك أن تتمسك أنه غدوة غدا سيكون أفضل، لم تنتهي الحياة بعد، فالنجاح له تفاصيل أخرى. أخرج هذا الفاصل لأعود إلى سماع. زنبل بحبك. ها؟ بحبك. هذه مؤامرة علي، انت وبتخالك بتسرسبوني في الكلام. لا أنا لا حارتك ولا ريدك. بعد ما نطقتيها بلسانك وشفتها في دموعك لسه حتقاوحي. انت مخادع غشاش، لو كنت سألتني كنت قلت لك. نحن نجيب جلد الماعز نعصر ونحطه على النار هو والصحن يومين حتى يصيروا فحم حلو، بعدها ندزه وسط الرمل كمان يومين، نظبط الشمس عليه. يا سلام. ايه وطبعا بتحطوه بالصحن. لا الصحن يلقط الرمل. غبي ماليش حاجات ما بلقطهاش يعني. بعدها نغلي الجمع كله في الماء ونطش عليه يصير شلوات. سماح، أصدقائك من الوسط الفني، سأبدأ ببعض التصنيفات اللي هم الأصدقاء المقربين جدا والأصدقاء اللي تحب العمل معهم. عندما أقول يحيى الفخراني، سمير غانم، سمير صبري ومحمد صبح، الأربعة هذول أصحابي، يعني مش أصحابي يعني الأنتيم ولا حاجة، يعني متقابلش على طول ولا حاجة، إنما مثلا يمكن أقربهم لقلبي فعلا سمير غانم. بحبه جدا. سمير صبري طبعا يعني ده صديق لعيلتي من قبلي بكتير، فيعني ده من اهلي. صح. مين كمان؟ لا محمد صبحي. صبحي ده حبيبي، بس صبحي لانه مشاغله كتير وانا مشاغلي كتير، ففعلا احنا ما بنسالش على بعض الا كل فين وفين، بس كاننا لسه قافلين او متقابلين. يعني كيف كان العمل معه مثلا في وسي؟ يجنن. لا الشغل مع صبحي يجنن، انا بحب شغل مع صبحي، لانه صبحي الاوردر الوحيد اللي انت تروحه عارف هتروح الساعه كام وهتمشي الساعه كام وهتعمل ايه. اي اوردر تاني سامحني ما حدش يقدر ياكد لي الثلاث معلومات دول. والدكتور يحيى الفخراني. دكتور يحيى طبعا انا عملت معاه يعني راقصه واشتغلنا قبل كده كمان مسرحيه اسمها حضرتك سلى العيال، دي كانت اول حاجه اعملها. فيلم تلفزيوني اسمه دعوه للزواج، كان هو ومليحه كامل وانا ونعيمه وصفي. يعني ما الذي يميز العمل مع دكتور يحيى؟ الهدوء. اشتغلنا زيزينيا كمان. الهدوء، يعني يحيى ممثل هادي جدا وشخص هادي جدا في الاستوديو، ما تحسش بيه خالص، لان هو فعلا بيبقى في عالم الحكايه بتاعته الشغل يعني، فبيعدي الناس كلها، فبيبقى اللوكيشن هادي والدنيا هاديه وكلنا حافظين وكلنا صح وكلنا بتاع، يعني هو بيعدي الناس بشكل بوزيتيف، بشكل بوزيتيف حقيقي يعني. فالاستوديو بيبقى الناس عايزة تشتغل مش جاية تشتغل، يعني فاهم الفرق؟ حبيت. سماح، أنت قارئة جيدة، تفهمين في الإخراج، أخرجتي كليب لنجوى كرم ومحاولات أخرى صغيرة، أنت تفهمين في الإنتاج، وحتى عندما أنتجت لك صديقتك أو مثلت في إنتاج لصديقة من أقرب صديقاتك إلهام شاهين والتي كانت ضيفة عنا، وحتى تم إخراجك من العمل وكل شيء، أنت قلت لا أنا مش هعمل مع إلهام في الإنتاج لكن أنا سأنتج لإلهام. يعني لا هو مش قرار يعني، بس هو كان إجابة على سؤال يعني، إنه هل هتشتغلي مع إلهام تاني في إنتاج إلهام تاني؟ الصداقة ما زالت. فهطب دي أختي. لا لا الشغل حاجة، الشغل ده أصله خمس دقايق من حياة الواحد، إنما العلاقات الإنسانية هي الحكاية كلها. فالهام دي عشرة عمر، ده احنا يعني اصحاب فوق العشر سنين يعني، فاهم؟ فلا فيلم ايه، فيلم ايه، ولا مئة فيلم ولا مليون فيلم ولا مليون حاجة. اعود الى انك انت ممثلة، انت دخلت الاخراج، درست الاخراج لما كنت برضو في الستيتس في هوليوود فيلم انستيتيوت، الاخراج والانتاج السينمائي مع المرض.
ما انا ما اعرفش حتى وانا مريضه وما بتحركش ما اعرفش اقعد فاضيه، لازم ابقى بعمل حاجه. هل سنرى سماح مخرجه لفيلم سينمائي؟ لا، كنت هخرج فيلم للاسف الشديد جدا ما تمش، كان انتاج نجلاء فتحي الفنانه العظيمه طبعا، وكان عمر الشريف وفؤاد المهندس وسناء جميل، كان قصه عاطف بشاي وكان اخراجي انا وانتاج نجلاء فتحي وحضرناه وكنا داخلين نصور وبتاع، بس حصل الخلاف بين الاستاذ عمر والاستاذه نجلاء قبل التصوير بليله، وكانت يوم عيد ميلادي، يعني كان عازمني في عيد ميلادي انا ونجلة والحاج يعني الله يرحمه يعني وكده، عشان خلاص بقى داخلين يوم السبت نصور الفيلم، كان يوم الخميس. فحصل مشكله فاعتذر ووقف الفيلم. وهل مات الحلم ان نرى سماح في لا في الاخراج؟ لا بس مش يعني ما اعتقدش يعني بص المخرج بتهيالي المخرج الفنان يعني اللي هو مش بيشتغل مخرج وخلاص، الفنان اللي عايز يخرج لازم يعمل العمل اللي هو نفسه يتفرج عليه. وهل يعني لا طبعا الحلم قائم وموجود بس باشكال تانية خالص، يعني مش بالشكل اللي هو البروفيشنال السينمائي البتاع، لا يعني باشكال اكثر تجددا. يعني في فاصل اريد ان اقول انه انت ايضا في كذا حوار تحدثتي عن وفاة الماما وبعدها باسبوع الوالد. مظبوط. ورحل عن سماح انور اصدقائه. اللي ليا فعلا يعني اهم اتنين في حياتي، انا ما كنتش عارفه الحكايه دي، لو اعرف كنت عملت حساب، انما لا ما كنتش عارفه الحكايه دي. انا اكتشفت ان انا فعلا ما عنديش اصحاب وما عنديش ناس نقعد نبرين ستورم شغل ونفكر في احلام ومشروعات وبتاع غير ابويا. سماع علمت من بعض الاصدقاء المشتركين واعتذر على المقاطعه انك رومانسيه جدا. تفاجأت. ليه؟ لماذا تعطي لا تعطين هذه الصورة؟ عشان الرومانسية دي حاجة خاصة جدا، الأنوثة والرومانسية والدين دي حاجات خاصة جدا ما تطلعش. الأنوثة والرومانسية والدين حاجات ما تطلعش، خاصة جدا، خاصة جدا ما تطلعش إلا لصاحبها بس، مش همشي رطرطها كده لا يا حد رومانسي بتاعت أي حد. وإيه طب إيه الشيء المختلف في حياتك أو الكائن المختلف في حياتك اللي انت فعلا بتكون نفسك بجد بقى معاه؟ ايه الفرق بينه وبين اي حد معدي في الشارع؟ انا همشي ادلدق كده انوثه طول ما يعني ليه؟ دي حاجه خاصه جدا وحاله، اصل الانوثه كمان حاله، يعني ما فيش ست قاعده على كده على طول، ما فيش يا جماعه. دي لما بتبقى قاعده مع اللي بتحبه بتفكر وبيبقى مود، يعني ممكن تلاقي واحده ست بتحب او بنت بتحب ولد جدا. قلتي ان الحب قرار. يعني هو حالة. حالة. لا نختار الشخص لكن نختار الحالة أو نفتح باب. لا إحنا بنبقى في الحالة. فبنقرر نختار شخص. وقلت أن المرأة هي التي تقرر. طبعا. من يحب. طبعا. ده في كل الكائنات مش بس في البشر. قلت أن أصدقائي أكثر من الرجال لأن المرأة معقدة أكثر. كائن معقد. كائن معقد. معقد ومش. وما يعني وان الرجل نيته كان سهل، نيته مش سليمه. مين؟ الست مش الراجل. انا كنت اما اقول كده يقولوا لي انت بتقول كده، اقول لهم عشان انا ست فانا عارفه انا بقول ايه. الراجل كائن بسيط، يعني الراجل لما يقول حاجه صدقيها لانه الراجل بيقول اللي هو عايزه وخلاص. بس في ناس بتكذب. ايوه بس مش على طول، يعني الراجل كائن بسيط جدا، يعني لو عايز منه. ما الذي يجعل من المراه كائن معقد؟ الظروف، المجتمع؟ لا هي طبيعتها كده، طبيعتها كده، ربنا خلقها عندها لايرز كتير قوي قوي، مش كائن بسيط فعلا، ويمكن عشان كده بقت هي اللي بتخلف وتربي وتحمل وتولد وكده، لانه هي عندها فعلا قدرات كتير جدا، ومنها بتساعدها على انها تكون الشخصيه الكومبليت. اصل الشخصيه المعقده او الكائن المعقد مش معناها سلبي، معناها انه عنده لايرز كتيره، انما الزمن اختلف فبقت الست عامله زي الراجل، ان هي مطالبه انها تنزل تبقى راجل طول النهار وتروح تبقى ست طول الليل. الراجل ما عندوش الفصام ده. الراجل بينزل يبقى راجل ويروح يبقى راجل بره. انا هتجوز وعريسي جاي وانا لابسه اهو وامين ياخدني بس
السلامة يا ماما. وطز في المديرة، طز في المديرة، وطز في الدنيا كلها، وطز في الدنيا كلها، وطز في كل كليلة. أنت تجدين الاعتذار مثلا عندما تحدثت عن ذلك الموقف في التلفزيون الوطني المصري أيام الثورة في يناير جانفي، اعتذرت في قناة العربية، اعتذرت في اعتذرت عن التعبير، عن طريقتي في إبداء رأيي، لأنها كانت طريقة فعلا مش ملائمة وما يصحش أنها تتقال بالطريقة دي. جميل أن نعتذر. طبعا ضروري، لكن لماذا لا نقبل الاعتذارات؟ لماذا هناك جزء فينا لا يقبل الاعتذار؟ هذا عدم نضوج ووهم الكنترول ووهم التملك، وده عند الناس كلها للأسف. إنه محدش عارف إنه أنت تقدر تغير أي حاجة في المحيط اللي أنت جواه ده، إنما أي حاجة براك. والنبي لما تعمل إيه يعني، لو أي حد عايز يفكر فيك أي فكرة مش هتقدر تمنعه، وممكن لما يشوفك يقول لك كلام حلو قوي ويبتسم في وشك واخدك بالحضن، لكن ده لا يمنع قلبه وعقله من انه يبقى مش طايقك وكرهك يعني. فكل واحد حر، فعشان كده بما ان كل واحد حر يقدر يفكر او يقول او يحس باللي هو عايزه، فما يصحش ان حد يتوقع اللي هو عايزه بقى من الناس، لا، ياخد الناس زي ما هم بقى. قلت في موضوع سيثير أيضا الكثير من النقاش والحبر، أنه أفضل رؤساء مصر، أفضل من حكموا مصر أنور السادات. عادة نحن متعودين أنه جزء كبير من المصريين عبد الناصر. أنت وقفت وقلت لا، أفضل من حكم مصر هو أنور السادات. ده رأيي. ليش؟ لماذا؟ لأنه أنا يعني واخدها بشكل بسيط جدا، لأن أنا مش متبحرة أو في السياسة، يعني مش هدعي أن أنا يعني فاهمة أصلا وفاكر سنة إيه ومعاهدة إيه، ماليش أنا في السكة دي. إنما أقدر أقول لك ببساطة أنه إحنا تهزمنا في 67 في عهد عبد الناصر، مش نكسة؟ أيوة، يعني النكسة أقل من الهزيمة. لا، هزيمة أنت بتعتبرها؟ لا، النكسة أنيل من الهزيمة، يعني دي كسرت المصريين كله. نحن يعني نفهم ان يعني نكسة هي اقل شوي من الهزيمه يمكن، يعني. بس انا بتكلم على اللي حصل فعلا حقيقه. لا، نكسة الحقيقه ان نكسة 67 هي الجرح الغائر جدا اللي كان في قلوب كل المصريين. هل كان على عبد الناصر ان يرحل في 67؟ الله اعلم، انا كان عندي 5 سنين في 67 دي، فما اقدرش افتي قوي برضو، انما اكيد هو عمل حاجات كتير جدا نفعت المصريين ونفعت البلد، ده اكيد. لكن في ترتيبك لرؤساء مصر حطيتيه في آخر المراتب. أيوة، أصلاً ضد أي ثورة أنت في أي حتة في العالم. متحبش الثورات؟ لا، لأن الثورات بتتعمل علشان تنزل البلد اللي بتتعمل فيها ثورة من هنا لهنا، أو دايماً. هكذا أنت ترين. البعض يرى أن الثورة هي تنقل مجتمع من حالة، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما ثارت أمريكا الولاية 13 ثاروا على إنجلترا، فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية. ثرنا على العبودية مثلا، ثرنا على في تاريخ البشرية، ثرنا على أمور كثيرة سيئة يا سماح. أنا موافقة، ليست كل الثورات سيئة. أنا بتكلم عن رأيي أنا، ما أنا أحترم. أنا أقصد أختلف معك. أنا موافقة، أنا أقصد أنه أنا رأيي مش صحيح، أنا ما بقولش أن رأيي هو الصحيح، أنا بقول أن أنا بفضل أقول كده، أفكر بالطريقة دي. وممكن تبقى غلط، نو بروبلم خالص، بس انا هل توافقين انه بعض الثورات يعني غيرت تغيير احلام؟ الثوره الفرنسيه مثلا، نشوف مستوى الحريات والافكار والكتب. ما انا بقول لحضرتك، انا بالنسبه لي يعني في ناس بتعشق عبد الناصر لحد النهارده، وفي ناس ما بتطقوش برضه، وفي ناس بتعشق، وفي ناس ما بتطق، يعني لا نسمع هذا الحديث من قبل يعني بعد فيلم، اعتقد انه فيلم احمد زكي السادات، ايام السادات فتح الباب شوي، انه هناك فنانين في مصر، هناك كتاب في مصر، هناك مثقفين في مصر يحبون السادات. ما طبعا هو السادات ايه عيبه؟ انا عايزه يعني هو السادات التطبيع. عيب التطبيع. طب وجنب التطبيع يعني التطبيع ده اتعمل ليه؟ يعني هو كان يقدر يعني ما يعملوش وعمله تفتكر؟ لا، انا عندنا حاجه اسمها سينا، الارض بتاعتنا عايزين ناخدها،
والراجل ده حارب في ظروف ما ينفعش حد يحارب فيها ولا بالطريق. وطبعا يعني مش انا اللي هتكلم النهارده عن 6 اكتوبر حصل فيها ايه وما بعدها. يعني تعتبرونها انتصار للسادات وليس لعبد الناصر الذي مات؟ أنا ينسب ذلك الانتصار لعبد الناصر. هما حرين بس أنا ليا الحقيقة. الحقيقة اللي قدام عيني إن اللي انتصر وخد القرار كان أنور السادات مش جمال عبد الناصر. قلت في مقدمتي وأنا أتحدث إليها أنها قمر ساطع عندما تتحدث في السينما، تحول السماء إلى غيوم متلبدة عندما تتحدث في السياسة. سمح أنور مثيرة للجدل. نخرج بعد الفاصل. أبويا يهودي، أمي يهودية، أجدادي كلهم يهود، وما فيش أي دم غريب دخل لعيلتي، ورغم ذلك عقلي بيرفض المنطق اللي انتوا كلكم عايشين بيه هنا في إسرائيل. منطق؟ أنا ضد الصهيونية. في ناس كتير قوي في إسرائيل مش مقتنعين بالصهيونية، لكن مقتنعين بأن الأرض دي هي اللي وعدنا بيها الرب. ما أنا كمان ضد العنصرية دي. أوكي يبقى اتفقنا. اتفقنا إزاي؟ أنا على ما سمعت أنك مقضي كل حياتك بتحارب عشان تقيم دولة عنصرية. حنا كلمة إسرائيل في حد ذاتها عنصرية، وحكاية الأرض اللي وعدنا بيها الرب دي امتياز يساوي العنصرية. هتلر كان بيقول نفس الكلام دايما ولا نسيت؟ قلنا في مكان آخر من الحوار لسماح أنه تظلمين كثيرا عندما يقال لك وتقبلين، المصيبة أنك تقبلين أنه سماح معروفة فقط في دور معين أو شكل معين. أدوارك مختلفة، أنت لعبت الأميرة ولعبت بنت العيلة وبنت الشارع ولعبت مسرح وسينما. حدثيني عن هذه الأدوار خارج ما يعرف عن سماح أنور. لا هي أدوار كتير، يعني أنا عملت مسلسل مثلا اسمه الحساب، كان شخصية بعيدة خالص عن الأكشن. جنينة الأسماك مع يوسف نصر الله. لا جنينة الأسماك ده قصة. ده كان مشهد في الفيلم، هو كان عامل كاميو في الفيلم كله، كان كل سيكونس مشهد أو مشهدين بيجي يعملوا حد، يعني مش ما بيعملوش أدوار صغيرة يعني. فكانت جميلة ياتب، وكان أحمد الفيشاوي، وكان يعني كان كاست كبير جدا جدا، وأنا طبعا كان لي الشرف أن أنا أكون منهم يعني. والمشهد عجبني جدا، لأنه لما قريته حسيت أنه المشهد ده فيلم لوحده بجد، لأنه هو بيتكلم عن دي ست مسيحية وحصل بقى الإرهاب المتأسلم ده واضطهاد للمسيحية والحاجات دي، والست خايفة، ولادها كبروا وسافروا وهي عايشة لوحدها وجوزها مات، وخايفة هي مسيحية وخايفة ومش عايزة تبين انها خايفة من الارهاب المتأسلم، وبتقول ان جيراني بيحبوني والناس هنا حلوة وهي خايفة موت مرعوبة وعايزة تسافر، بس بتقول انها مش هتسافر ولا تسيب البلد ولا طب وإيه يعني لو الناس دول اتحكموا فينا فعلا هيعملوا إيه يعني فعلا؟ هيحجبوني؟ طب ويعني مش هتفرق كتير؟ لا 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 أنا حاسة فعلا إن أنا الناس اللي في الحي معايا بيعزوني بيحبوني جدا جدا. لا أنا مش خايفة، أنا حاسة بأمان طبعا. فالمشهد بيقول الست دي بتقول حاجة غير الواقع، عكس بالضبط اللي هي أصدقى. أليس ما نعيشه اليوم بعد الانتقالات والثورات والهزات؟ لا أنت مثلا أنت ضد الثورات، أنا مع الثورات. طبعا أنا أقول أنه الثورات سرقت لكن مع الثورات. أوكي ونحن أصدقاء. طبعا ما هو أصل الآراء ملهاش دعوة بالبني أدمين، يعني ده جزء من عقلك أو من تفكيرك، ده مش كل حاجة عنك يعني. فإن أنا يعني أختزلك في رأي سياسي وأقيمك وأرفضك أو أقبلك على هذا ككل بقى، لا صعب يعني. سأخرج من السياسة أعود إلى السينما. مثلا علاقتك بأحمد زكي هذا الجميل، الله يرحمه، امرأة واحدة لا تكفي والليلة الموعودة، أدوار لا
تصنف ضمن سماح عن وراء الاكشن ودور جميل وبطولة يعني. أيوة صحيح. العمل مع أحمد زكي ده الجنة. الجنة أحلى جواب. دي الجنة. دي الجنة. جنة جنة حقيقية. ليش؟ لأنه أنت مصدق تقعد في يعني أنت بتحب المهنة دي علشان فيها إبداع وفيها خيال وفيها تجارب وفيها ما تيجي نجرب كذا، ما تيجي نأدي بالطريقة، ما تيجي ناخد المشهد من الناحية دي، ما تيجي وهكذا. مش من زوايا الكاميرا قد ما هي من زوايا الشخصيات بقى. فأحمد زكي كان هو يعني زي ما بيقولوا هو النقيب، هو اللي ابتدع الحكاية، هو اللي علم الفنان المصري في الجيل بتاعه يعني إزاي إن الواحد يعني يتقمص مش يمثل. يتقمص. وهو كان عنده الجمله دي شديده الحساسيه عنده، يعيد لانه كان لما حد يقول مثلا انت بتقلد فكان يعني يصور ثوره عارمه، لانه يقول لك في فرق بين التقمص والتقليد. يعني انا دلوقتي لما بعمل السادات، انا بعمل السادات وهو في السرير بالبيجامه وبيلعب مع احفاده انتوا ما شفتوش ده، انتوا شفتوه هو بيخطب وشفتوه مش عارف ايه، لكن انا بقى بتصور هذا الرجل بكل الدراسة لشخصيته. الرجل ده مع زوجته عامل ازاي، مع الست اللي بيحبها، لما كان قاعد مع منى زكي على البحر وبيقول لها يا ريتني طير وانا اطير حواليك، السادات بيغني لها وبتاع. فانتوا ما شفتوش تفصيل، فكان يقول انتوا ما شفتوش ده لكن انا وريته لكم. هل لمع احمد زكي صورة السادات؟ انت تحبين السادات لكن بالنسبه لمن لا يحب سياسيا السادات. يعني لا بالعكس، يعني في ناس كتير كانت موضوعيه الحقيقه يعني زي الله يرحمه الاستاذ نور الشريف مثلا، انه هو اشفق على احمد زكي من الفيلم لانه الجانب السياسي من السيره الذاتيه للسادات في ايام السادات يعني اضرت باحمد زكي، وكان بيشفق عليه يعني في الحته دي. ساعود الى سماح واحمد زكي. في سنواته الأخيرة أنت اقتربت إليه في مرضه، كنت هناك مع الرائعة قبل مرضه رغدة. قبل مرضه رغدة دي ست عظيمة من الآخر كده. دي ست عظيمة، وأنا يعني إحنا كنا حتى بنتكلم أنا وإنت في ده، إنه أنا اشتغلت مع رغدة 1980 مسلسل أخو البنات، عمرنا ما كنا أصحاب. شفت مثلا أخو البنات انت دور مختلف. ايوه لا ومتخسرات وكله يعني انا عملت 4 افلام اكشن، بس انا عامله 36 فيلم واربع مسرحيات ومش عارف كام مسلسل، يعني حوالي 20 مسلسل. فالثلاث افلام دول هم اللي رسموا شكل انا سمح. اقول انه ممكن هذه التصنيفات الاعلاميه للمحاورين هي عدم اعداد، جايز استسهال وجايز استسهال وقبولك انت الخطا جزء ممكن فيه منك. ممكن يا سماح ممكن تقبلين ذلك؟ اقبل ذلك. ايه يعجبني اعتذاراتك. يعجبني هذه الضحكه مثلا. ربنا يخليك. هقول ايه بقى، عمال يدلعني يا جماعه. دبلتك اهي. الشبكة بتاعتك. ودي الجزمة اللي جبتها لي في عيد الأم. لبستيها؟ اشمعنى يعني جايبني هنا؟ عشان أحن أيام زمان؟ لا بس عشان أنا معرفش غيره، كمان مش عايز أعمل لك شوشرة في الشركة. عبد العزيز. يا سلام.
قلت فيه كلاما شعرا، قلت فيه حبا. محمود عبد العزيز، يعني خلينا أول شيء عندما نقول محمود عبد العزيز في العالم العربي نذهب مباشرة إلى 1 2 3 مثلا رأفة الهجان وكنت هناك، أبو كرتونة وكنت هناك، بيت القاصرات، بيت القاصرات وكنت هناك، أي وا 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 وا. العمل مع هذا ده كان عظيم، ده كان راجل عظيم وكان بني آدم. أنا بص أنا بحبه جدا وحفضل أحبه طول حياتي وطول عمري، لأنه أنا ما شفتش إنسان حلو قوي كده. طبعا هو ممثل ونجم وعظيم ولن ولم يتكرر على عيني وراسي، وده طبعا. لكن البني آدم ده بقى، البني آدم نفسه، الجدع الشربات الجميل الكريم المساعد ليك جدا، اللي مش عايز منك حاجة بس عايزك تبقى فعلا تجنن، وعميق وبسيط العمق من غير فزلكة ببساطة وفي كلمتين، يعني ممكن نقعد نلغي وننظر كده ساعة، فهو يروح قال جملة كلمتين يموتك من الضحك ويعيشك من الفهم بقى. هل كان أكثر من يضحك سماح أنور في السينما؟ هل تعتبرينهم يعني بالنسبة لك ملك الكوميديا؟ طبعا ملك كل حاجة، أكثر من أي اسم آخر؟ بالنسبة لنا أنا بعشقه، بعشقه فعلا، وككوميديان هو الوحيد اللي كان بيضحكني بجد، يعني كجان برومي يعني بيعمل كوميدي لأنه هو كان دم وشربات أصلا. لكن أبو كرتونة مثلا يا ماما والحاجات اللي كان بيعملها، لا فظيع، لا 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 لن يتكرر بجد في كل حاجة بقى والله. صداقاتك في هذا المجال تبين أدوار سماح أنور المختلفة. تحدثت بحب كذلك عن شريف منير. طبعا أخويا، وعملنا مع بعض ذئاب الجبل. وكنا ذئاب الجبل، ذئاب الجبل كما أقول، ذئاب الجبل كما تقولين. حدثيني. مسلسل يعني طلع أصبح كلاسيك، يعني حاجة كلاسيك يعني سينيه بالضبط كده. فده برضو من الأعمال اللي أنا بحبها جدا جدا، وشريف وأحمد عبد العزيز وحمدي غيث، يعني في ناس كده في العمل ده بالنسبة لي يعني أيام غالية خالص خالص علي. في الفاصل خارج الكاميرات تحدثنا عن بعض الأعمال وعجبني حديثك عن شلة الشيوعيين. أهلا يا عمدة. أيوة شلة الشيوعيين. أيوة يعني كان الجلوس فقط للثقافة للنقاش للسياسة، وأنت لا تحبين السياسة أصلا. أنا ماليش فيها، وكل أصحابي عارفين الحكاية، وأنت بتعرفي تعملي أعداء في آراءك السياسية. أنا لأن أنا بقول اللي أنا حساه، وممكن ما بقاش عندي ريفرنس أنا فاهمة، يعني أريا ففاهمة، إنما أنا بقول إحساسي العاطف. عندك تقرأين السياسة؟ لا يعني السياسة أنا بستقرأ لكن ما بقراش وبتابعه لأن مش شغلتي بجد. أنت لك صداقات مثلا مع سيد القمني تتابعين؟ سيد القمني أستاذ صلاح السعداني طبعا، ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة. يعني صديقك صلاح السعداني ناصري جدا جدا، وفريدة الشوباشي ومين كمان يعني وعمر عبد العزيز المخرج، يعني احنا كنا شلة كده عكس عكاس. كلهم لهم توجه، يعني هم طبعا أدرى بي لأن هم بيعملوا ده من خلال دراسة وقناعة وثقافة وقراءة حقيقية، يعني أنا بالنسبة لي لا، اللي هو أنا لخصتها كده يا جماعة، النكسة في عبد الناصر والانتصار السادات، يبقى السادات أنا بحب كده، يعني أنا بالنسبة لي واخدها كده، النكسة عبد الناصر والانتصار السادات. ستلامين على ذلك؟ أكيد أكيد، وده قدرنا العربي بشكل عام، إنه أي حد بيقول رأيه سيرجم. سماح قطعتك كثيرا وأعتذر. بالعكس بالعكس، أنا بشكرك على مقاطعتي، لأن أنا من الناس اللي لازم تقطعهم عشان ما يروحوش في داهية. البعض من أسئلتي لم ينتهي بعلامات استفهام فكنت تتوقفين. لم أسألك عن البدايات. الحمد لله. بص انا عايز اشكرك بقى جدا، يعني معلش اسمح لي بقى نتبادل الكراسي، واسمح لي انا اقول للمشاهدين كلهم اللي اتفرجوا علينا النهارده انه انا
بجد عندي عرفان فظيع جدا ليك علشان حاجتين. اولا التقديم اللي حضرتك قدمتها لي دي بجد وتستحقي يعني كتر خيرك ان ده رايك بس ده مش رايي وعلشان كده بشكرك جدا عليها. بالعكس انا شايف انها اكبر من حجمي بكتير فبشكرك بجد. دي نمره واحد. نمره اتنين عايز اقوم اخدك بالحضن وابوسك عشان حكايه مسترجله دي ان انت اللي مش موافق عليها وانك لفت نظري ان انا كمان كنت موافق عليها في وقت من الاوقات وما كانش صح ان انا موافق. انا مش عارفه اقول لك ايه لانه عمر في حياتي ما حد عمل معايا ده في انترفيو غيرك فبشكرك جدا 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 على هذه القيمه اللي اضفتها لي النهارده بجد. هي كالقمر المضيء في سماوات جميله وهي كالرعد في سماء متلبدة عندما تتحدث في السياسة، لكنها سماحة أنوار جميلة من جميلات السينما العربية، انتقلت في أدوار عديدة بين الأميرة وبنت الشارع والثورية والمتمردة، وهي العاقلة جدا، تعرف أن تعتذر ولا تستحي أن تقول رأيها. إنها امرأة حرة بكل تفاصيل الحرية. سماح أنور قد تختلف أو تتفق معها ولكنها فنانة بكل مقاييس الفن. السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم من القاهرة مرة أخرى. هذا عماد دبور يحييكم.